اللي يعني بطاطا فين هو مني الملعب فين الشعب فين هو الشعب فين القنيطرية الغيورين على هذه المدينة 360 مليون نتسرقة من عندك الحساب 360 مليون ما كاينش شي نائب وما واخد 10 6 8 يتبعوا هذاك الحساب يمشيو للقاضي فيه عين يتبعوا هذاك الحساب وراه ولا كيهدد بداك الراي ديال الجمعيه قال لي غتضحك ولا يهدو خوه بن محالو وباغي يخوي مرقاوته راه الهيقي محمد مال الهيقي بيع بطاطا للجمعيه شاد 4 ملايين قاعدنا سوق الحريه باغي يحيدوا لحقاش كاينه عصابه ديال العقار اللي هما داك البيع والشري حنا عندنا عصابه ديال العقار ديال المدينه اللي كتهلك لنا الاملاك ديال البلاد ديالنا مدينه هاد البقعه اللي حنا فيها ما فوق 60 عام عمرنا والدينا حنا بحال واحد تاريخنا شادين كنتحاربوا عليه اليوم كيفاجئنا واحد المجلس اللي هو الرئيس المجلس البلدي كيفاجئنا دابا بهاد المسائل بان هاد البقعه مهدده بالانهيار ولا غيجيب لنا مستثمر واش حنا ما عندناش بلادنا المستثمرين واش حنا ما عندناش قنيطره الناس الغيور عند قنيطره الحريه اللي كيدعيو بانه راه غادي يريبوه وراه غيعاودوه في البني وراه قديم وراه جديد سوق الحريه مبني في 78 1961 اقتناه باشا عبد الحميد العلوي من عدم المنار اقتناه باشا عبد الحميد العلوي من عدم المنار العقده اللي عندنا هي كتدلي بانه اللي بغى يطلع عليها مرحبا به المصلحه المصلحه المنفعه العامه ماشي منفعه السكن المنفعه العامه اليوطي كيبيع لباشا عبد الحميد العلوي 3 هكتارات ب 2000 درهم متفقين هذيك البلاصه كان غيعطيوها في ايام الشعبي ملي كان رئيس الغرفه التجاريه في 61 62 مجلس بلدي ما كاينش هنايا في هذه القاعه هذه الشعبي كلف واحد 4 ديال الناس وقال لهم جمعوا الفلوس من عند الخداره قال لهم جمعوا الفلوس من عند الخداره ونوضوا بنيو المارشي بنينا المارشي بنا والدينا كانت فيه 89 حانوت ولكن كاين 18 حانوت ديال الجزاره كان ديجا مبنيه في 1944 بنينا النصارى وعاطين لهذا حانوت هذا حانوت كل واحد اش كيبيع ما كانش ديال الجزاره كامله حتى الاخر ولا ديال الجزاره كامله هذا الطريق في المارشي الور ديك 89 حانوت اللي كانت بنيه في المارشي كانوا هما ليها عندهم وراق كيخلصوا 10 دراهم ديال الموضه والعزاز مشينا بهذا الباب مجلس بلدي في مدينة قنيطرة قطع منو طرف ميمكنش يقطع الزيعة ويقطع منا طرف قطع لينا حتى حنا الطروفة ديالنا حنا نكرونا هو من الكولي حنا نكرونا هو من الكولي لأن ملي قطعتي طرف عمر الزيعة ما تاخذ منها دار وحدة كتاخذ منها مجموعة ديال الديور هذي كتسمى الزيعة ملي قطعوا لي داك الطرف داروا لي سميتو ولاو حنا كينازعونا واللي يقول لك اجي خلصوا 2000 ريال أكثر من هادشي انت عندك حانوت وانا عنده حانوت وشرى منك هاد الحانوت وشركهم بجوج وقطع الحياة انا كراسلتك انت كشرطة ادارية تمشي دير المعاينة ودير المخالفة ديال داك الشخص خليتيه فتح الحانوت وحيد البودرة اذا كتقول لي ريب وحدة مشيتي لعند الحواتة مالي المارشي تاع الحوت حيدوا البودرة ما بين بودرة وبودرة ما بقاتش بقات الدار خاوية غدا وعدو تجيب لي مهندس وتقول لي معاه الصقور لانك انت خليتي انا كتبت لك راسلتك تعطيني المراسله ديالي ما جاو ما كاينش جواب كثار من هذا الشيء مشيتي كترخص المولي للورد وتعطيهم الماء ويديروا كيبي باب المارشي اش كتعني قهوه راه باب السوق هذاك تكتب فيه سوق الحريه ودي انت ودير لي كيبي تما ودير لي الرولوات وكل نهار تقبش عليا وتقبش باش طيح البودره نقولوا مع اهل السقوط واش ضحك على الدقود كتبت لك كنقول لك اسيدي عفينا من هذا المشكل وبصيبتك كرئيس نسبة بلدي دير خدمتك يا الشريف لا ما درتيش خدمتك اذا انت ما كاينش كثر من هذا الشيء كامل جا المحكمة باش يطير واحد السيد متعرض ليه كيقدم لبلان خاوي تفرجوا بان ربية ما عندهاش البني اما البلان الحقيقي فهو هذا هذا هو البلان الحقيقي لانه مبني على 82 83 احنا صغار جينا لعند البلديه بقينا كنخلصوا 10 دراهم
1994 قال لك غادي تخلصوا حد النهار ربما البيع والشرايا حاضرين، تلقيت شركة تركية دايرة الكاميرات وداخلة للمارشي بأن باش غتهدمو غتبني. علاش شكون ما عملت شاورتو؟ قال لك مأهل السقوط، هاد الفتوى ديال مأهل السقوط راه عندهم من قديم، راه عاد بغاو يخدمو بها. جابو طاشرون ست شهور كيحفر في المارشي، مكاينش شي بودره ومقلبهاش. يقول لهم راه هذا البني صحيح ديالو، لان البني 76 ما يمكنش تلقى يكون عندك في قصاص. داز هذاك الطاشرون، مشينا كنجمعوا معاه اكثر من 50 اجتماع، خمسه اللي في البلديه هما 45 كلها بالقهوه، كل قهوه كاع القهوه يعرفونا بان راه كنمشيو عند رباح. تا 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 تبيع لنا الوهم، ولكن كان كيخلص عندنا قهوه. كان كيخلص عندنا قهوه، ما نخرجش خيره. عمرنا ما خلصنا، بيع لينا وتهنا، خطية مزروبة ولا فضل معطل، حنا غادي المال لأن ما كانوش عندنا هاد الوراق، هاد الوراق راه حصلنا عليهم حتى لهذا الوقت، هذيك الوقيتة كنا غاديين عا بالعرف، ما تنهضروا معاه، قالنا غنبيع لكم ونتهنا منكم، وكاين شهود على هاد الهضرة، هذا راه حاضر، هذا هو اللي داني فاتحة، قال لي ديما غتبقى تنجح حتى تموت، قال لي بغيت تقتلني، ما عليناش، مشينا في هاد الباب، قلنا لي بعتي لينا قال لك بعنا لكم. جينا قلنا النواب خرقت لهم مشكله ولاو كيمشيو عند خداره، وانتم مش غديروا شي مارشي علاش غتبنيو؟ ملي جينا نقلبوا لقينا ما عنده ما يبيع، لان الملكيه ديال المحافظه باقي مطلب، الملكيه ديال المحافظه باقي مطلب، عنده رقم وفيه تعرض، تعرض ديال من؟ بن كيران من اللي قطع الطرف ديالو قطع الطرف اخر خلى لنا حنا الطرف الاخرين واحلين، ما يمكنش دي منا دار وحده، ملي غتحاربوا الفساد حاربوا الكونترباند بن كيران، العقدة بن كيران واضحة وكثار من هذا الشيء، جانا في 2000 شو التاريخ ديال هذا؟ لا 2018 داروا ابيل دوفر كيسحبنا حنا ما متبعينوش، حنا متبعين على الورقه اللي دارها كنسرقوها. 2018 داروا ابيل دوفر باش غادي يدوزوا في التفويت لشي شي شي مقاول. اسيدي انت اش كدير؟ يمكن لكم تطلعوا لها الصحافه. 2018 دوزوا في ابيل دوفر، حنا كاينين الناس القنيطريين داو النيات الحسنه كيجيبوا لنا الاخبار ديال هذا الشيء. جمعنا معاه ودرنا معاه محضر ماتاش كيسميوه محضر اجتماع في اطار تاهيل سوق اسواق وهادي وهادي وهادي. جمعنا مع المجلس البلدي وبعض الاعضاء الحاضرين ديال الموظفين المدير وهادي، جمعنا معاهم ولكن بشروط. حنا اش ولينا كنقولوا كتجار؟ خطيه مزروبه ولا خضر معطل؟ حنا غنقول خلصوا ونبقاو بمشاكل مع البلديه، جينا في مليون ولا جوج نعطيوها لهاد البلديه وتفك لينا هاد الحلمه. جمعنا معاهم خرجنا بقرار غنعبروا الحوانت واللي في الحانوت ناخذوه. درس مده هاد الناس غنخليهم في الخضاره اللي فاهم هاد الموضوع. درس مده المحضر الاجتماع ديالهم هو موقع من طرف رئيس مجلس البلدي والمدير اللي جمعنا معاه والموظفين ديالهم هالاعضاء اللي جمعوا معنا. ما كنقولوش داكشي عرفي. داز هادي الملك حنا فيه فوق 40 عام من حقنا نملكوه، لان ما كاينش مولاه. ملي جينا نقلبوا على مولاه قطع 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 روبلوه، والتيتر ديالو 47 ار ماشي 3047 320 47 47 ار ردوا 320 47. قلنا ما كاين مشكل، ياك ما طلب التحفيظ باش شاريه بوالو. قلنا السيد العامل رساله في الموضوع عطانا موافقة، جينا جمعنا وريقاتنا، يمكن أغلبية الخدارة ردفعوا الوراق هادو كلهم اللي حاضرين، مشينا غندفعوا الوراق للقايدة حيت هي اللي مسؤولة على الشواهد الإدارية. المحتوى ديال هذا اللقاء أخويا هو واحد الملك ديالنا بغا يدينا المجلس، المجلس اللي هو الرئيس ديالو بازدواجية كهو رئيس سابق ووزير فحاليا. بغا يدينا واحد الملك اللي هو ديالنا ديال ولادنا وديال الأجداد ديالنا، عندنا الملك حنا اللي فيه الملك هو واحد المارشي ماشي سوق نموذجي، مارشي
فرق ما بين سوق وما بين مارشي. هذا مارشي، مارشي اللي هو ملك، اللي هي واحد البقعه كانت ارضيه كانت اصلا فيها عندها مطلب. هذه بقعه كان عندها اسم، مشينا تسولنا في المحافظه لقيناها مطلب، لا يعقل مطلب تخرجوا من جنابو الديور. قلنا ما كاين مشكل، خرجت الدار وكان الغلط وقت الرصاص وكذا، قلنا ما كاينش مشكل. دابا تفاجئنا بغى يدي الملك كامل. السي عزيز، هذا السي عزيز بغى يدي الملك ديال قنيطره، ما بغى يخلي القنيطره لا ملك لا والو، بغى يخلي هاد الناس ديال قنيطره يوليو مجرمين، يخرجوا هاد الناس ديال قنيطره يعمروا المؤسسات السجنيه، يعمروا المحاكم، لحقاش ملي غتولي قلت ما يدار غتولي المشاكل. ملي هو رئيس مجلس بلدي باش ينقد الاسواق، ينقد البلاد من الاسواق النموذجيه، باش ينقص من الاجرام، ينقص من هاد المشاكل، وهما كيزيدوا اسواق النموذجيه. الزوار كيجي حي كيقول لك بحال بالعين، كيقول لهم جمعوا هنا ديروا خداره، اربعه الكراس خمسه، غدا كيوليو 10، بعده كيوليو 15، كدوز الشركة تقاولت 50 كروسه، واش عسالة باش تحيد 50 كروسه من حي؟ راه خصك معاهم قرطاس، هنا فين كيولي هذيك هو بؤرة الإجرام. عندك ما يثبت أن، عندكم ما يثبت أن عندنا ما يثبت، عندنا ما يثبت، عندنا مشينا راسلنا العامر، ما كنت عندنا ما يثبت في المحافظة، عندنا ما يثبت، كاع اللي دوني ما تثبت عندنا، اللي سولني على شي ما يثبت نعطيهم ما يثبت. وهداداش واش قال لك؟ هو جاب واحد الخبرة في 2020، 2020 اللي كانت هي الوباء ديال كورونا، كاع الحوانت سادين الحجر الصحي، حتى واحد ما خدام، ما جا عاد المندهز اللي بغى يعز الرباح يدير له الخبره ديال المارشي. وهذا البلديه مبنيه قبل المارشي، ها حنا قدام البلديه مبنيه قبل المارشي، مارشي راه من 78، واش البنيه من 78 دابا غتهدد من الترياب؟ وهما اللي بغى يريبوها كل مره كيجيو يطيروا منا الشظيه. كان جاب واحد النهار واحد الشركه دات واحد 35 مليون، شنو دارت؟ حيدت واحد الجليج من فوق البلافو، ما عاودوا ردوه، ما داروا والو، اي اصلاح كتجات في المارشي كنزيدوها من جيبنا، الموضوع مدخلين من جيوبنا، تخسر بها كنصاوبوه من جيبنا، بغينا نجلجوا المارشي كنديروه من جيبنا، كنطلبوا من المجلس باش يساندنا على داكشي ديال شويه الاصلاح. عندنا واجهه مدعوقه خصو ينقيها لنا، يجري اللي خصها تحيد تحيد، وما كيد لا قل يزعزع من هذا المسائل. ملي كتجي تطلب له شي شكايه ولا كتصيفط له شي طلب في الموضوع كيترفض، ما كاينش. طلبنا شواهد اداريه باش ناخذوا، باش طلبوا لنا في المحافظه خصو يكون عندنا واحد الشواهد اداريه، وانا كانني مواطن في واحد المراسل اللي كنستمر فيها هذه فوق 40 عام، مشيت طلبت شهاده اداريه من القياده ما عطاوهاش لي. تمنت انا اتمنى، واش انا معمر ذاك الحانوت عفاكو؟ انا كنت شي القياده، انت دابا الا جيت تشد السكنه غيعطيها لك القياده. حنا مشينا على شهاده اداريه من القياده ما عطاوهاش لنا، بان رانا كنمارسليك. انا بقيت كريدي، بغيت نهز على ذاك الحانوت ديالي ان ناخذ كريدي، قال سير جبنا ما يتبع لك الحانوت. مشينا للقياده كناخذوا الشهاده اللي قالنا الملك لو وجدتي الفلوس تاخذ، ما عطاوهاش لنا. شهاده اداريه من اللي حقي، وثيقه حقي تكون عندي، ما عطاوهاش لنا، ما كيعطونيش تثبت بان ذاك الحانوت راه انت ديالك. اليوم في هذا الجمع عطيتوا واحد البلان، كنتوا بان الجماعه هي البلان 1000 محكم. هذيك واحد البقعة، لحقاش المارشي كانت فيه 12 بقعة، ومهم هذه في 82 ولا كذا كنخرج واحد البقعة اللي دابا راه عاد تبنات. هو قال بأن راه كانت بشرا اللي دابا المالك البقعة دابا هو واحد السيد بن كيرا داير فيها فرماسيان، راه باطيمة ماشي بقعة، ماشي دار، راه باطيمة ديال 200 متر خارجة. تصوري مارشي كانت عندنا، عندنا ما يتبنى عندنا الأرشيف ديالو، كان أبو وحده خاوي. جا وقت واحد الوقت كان قبل ما يكون السي عايز الرباح كان هو بن كيران، خرج بقعة بنا فيها دابا عمار، هرست الاقتصاد ديال 200 حانوت. فاجئونا عاوتاني بواحد الاداره داروا لاراك في الباركينغات ديال المارشي، هما عندهم عداوه مع المارشي من قديم، باغيين يحيدوا الحاجات بواحد القاعات استراتيجيه قدام المسجد، وباغيين ياخذوا ديك الواجهه. شنو غيديروا فيها؟ شوف في عام الله شنو غيدير فيها. من خلال الكلام ديالكم كتقولوا بان سيده الجماعه ضحك على كيتستدل بهم بشي وثائق غير صحيحه. هو قال لهم بان ديك البقعه اللي كنا كنتهضروا عليها، قال لهم بان شرام كانت مبنيه، هي ما كانتش مبنيه، راه كاع دوك الجيران الناس ما كانتش مبنيه، حتى بنات بنات السيد اللي شراها هو اللي بنى ديك البقعه، وكاينه بقعه اخرى حداها باقا ما مبنياش، البلايص البقاعي باقا حوانت، باقي مارشي البلايص اللي خارجين فيهم دابا بقاعي، باقي عندنا فيهم حوانت.